اولا نقدم نفسي، انا الدكتور علي جمال حميزي، مدير مركز التشخيص من صحه حميزي، طريق المجاهدين، طريق بسكره، حي المجاهدين، طريق بسكره باتنا. حبيت نكلمكم على واحد الموضوع اللي اعتبرته انا في البدايه نكته. الوغ سيتي موفيز بلاك اون فات، حسبتها نكته. بعد النكته هذيك جات من اشاعه خرجت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الالكتروني، قلت انا فيسبوك. أصبحت هذه الادعاءات تمس بسلامة البناية نتاع العيادة تاعنا من خلال الادعاء باللي راهي تبنات بطريقة فوضوية، وتحصلنا فيها عن طريق التراضي والزمالة مع بعض المسؤولين في سنوات 2005 2006 ولا 2007، وباللي بنينا في مساحة خضراء. وهذا الاعلان الكاذب اللي تندار باللي راهو تعطلنا اعذار باش نروحوا نخليوا المصحه في ظرف شهر باش تتهدم. وكذبوا هذا تكذيبا قاطعا تاما ونهائيا وبالادله. الادله، الدليل الاول هو انه هذا المصحه تحصلنا فيها سنه 1997، هذا محضر لجنه ترقيه الاستثمار رقم 43 بتاريخ 5/1/1997. الطلب تاعنا قدمناه في نهايه 1996. حضروا فيه 12 مدير ومفتش ممثلين لولايه باتنا وترأسوا رئيس الكاتب العام الامين العام للولايه انذاك. طلبنا منهم باش هذه البلاصه هذه نشريوها على البلديه باش نبنيو فيها المساحه تاعنا. هذا البلاصه هاو الشكل تاع العياده تاعنا مكتوب فيه ايكيبمون، نترجم الاخوه اللي ما يفهموهاش باللغه الفرنسويه، ايكيبمون معناه تجهيز. التجهيز تحسيس هذا لوتيسمون ولا لوتيسمون كي دايرهم الدوله، تخصص فيهم بلايص للبناء، بلايص يديروا فيهم ملعب للاولاد، بلايص يكون مساحه خضراء، وبلايص ايكيبمون. ايكيبمون تقدر تكون مقر شرطه، مقر تاع البريد، البوسطه، يكون ملعب ولا يكون مساحه ولا عياده كما اللي رانا فيها احنا. هذاك الوقت الاداره البلاصه هذه ما كانوش فيها مصحات، اعتبرت باللي الطلب تاعنا كان يلبي رغبه المواطنين في هذه البلاصه هذه، دونك عطاونا هذه البلاصه. بعثونا للوكاله المحليه للتسيير والتنظيم العقاريين الحضاريين بباتنا، اعطتنا الاشهاد هذا باللي راح تبيع لنا القطعه، وبعتها لنا، شريناها. ها هو كي العقد اللي داروا النوتر الموثق في 2 مارس 1997، هاي موجودة. وهذا البلان التخطيط اللي درناه واللي على أساسه بنينا لاكلينيك تاعنا. التخطيط هذا قدمناه مع كل ملف للبلدية اللي عطاتنا الترخيص بالبناء، بيرمي دو كونستروير. ومن بعد ما نقدروش نبداو نبنيو حتى نروحوا للوزارة، هذه راهي مؤسسة استشفائية. رحنا للوزارة، عطاتنا ترخيص بالإنجاز بالبناء، وحكموا عندهم الدوبل تاع لي بلون، انا عدوكش ما نغلطوا فيهم ما يقبلولناش. ولينا كي بينا خلصنا رحنا للبلديه، جاوا راقبوا، عطاونا شهاده المطابقه اسمها لو سيرتيفيكا دو كونترول، دونك بلوتو دو كونفورميتي، دونك هذه موافقه لو بلون. جاوا تاع سي تي سي كونترول تكنيك دو لا كونستركسيون، مراقبه تقنيه للبناء، نفس الشيء، عطاونا الموافقه. زادوا جاوا، جات الحمايه المدنيه، لي بومبي تقدرش تستغلها بلا ما يمدوا لكم الراي تاعهم، الراي تاعهم كان ايجابي. مازال ما فرتش، زنوا لينا المديريه الصحه، زادوا شافوا، قالوا لنا باللي لا رياليزاسيون دو لا باتيسون كيستيون ايتا شوفي فيزيكمون سونون لي بلان ايتابلي. ومن بعد ولينا لوزاره الصحه الجزائر العاصمه، عطاونا بعد ما درسوا ملف وشافوا باللي احترمنا لي بلون كيما تمدوا لنا، عطاو لنا هذا الترخيص بفتح واستغلال مركز للتشخيص الطبي الكائن بتحسيس المجاهدين طريق باتنا مساحة حميزي. فوالا. ومن بعد رحنا لوندي اللي هي الوكالة الوطنية اللي منح امتيازات الاستغلال، هي موجودة. والناس اللي عندهم شوية فضول يحبوا كيفاش بنيناها ومنين سلفنا الدراهم من لابونك من القرض الشعبي الجزائري، كل شيء موجود. فيما يخص الباركينج اللي مقابلنا، هذه عندي عليها رخصة باش نستغلها، حنا اللي نظمناها ونظفناها بترخيص من البلدية، يفوت تحتها أنبوب تاع الغاز الطبيعي يقروا فيها المرضى، راهي كلش بسلامتها، هي مع الموافقة نتاع مديرية الأشغال العمومية على المدخل اللي يدخل لاكلينيك من البيريفيريك من الطريق اللي قدامنا. أنا نقول لخوتي باللي رانا احترمنا كل الإجراءات القانونية في كيفاش جبنا الأرض وكيفاش بنيناها، ولكن لما طولت الحالة
أصبحت الأكاذيب والخرافات أصبحت عند الكثير واقع، وأصبحت بعض التأويلات تجاوزت المعقول، منها ما يضحك ومنها ما يبكي. الناس اللي يجيو يقول لك يروحوا ويقولوا لهم بلي راه شفناهم مخرجين لي كليماتيزور ولا راديو طاحين يطيشوا لبرا. واحد اللي يقول بلي لي كليماتيزور راه لقيتهم يمشيو به من الناس. اللي توصلوا قال لك بلي راه يساي الدوله قبلت راح تديها الدوله يولي لايم جي اسمها مساحه عامه عموميه تاع الدوله، وقال لك اسكو خلوكم تخدموا لهنا والله شيء كان اللي ضحك شيء اللي بكي. الناس اللي جاوا مساكن مرضى تاعنا جاوا تاكدوا بلي ما رانيش ميت، قال لك الدكتور حميزي تفرج في المساحه تاعو بالدوزير داخل فيها وطاح بقلبه وقال لك مات. ما راحش نسردها لانها تعاودت كل مره تبقات تعاود. لما شفت الامور وصلت الى هذا الحد من الانحطاط، نستسمح الاخوه اللي راهم يسمعوا فينا، انا انسان تاع قانون، الارض ديتها قانون وبنيتها قانون والوثائق موجوده، واللي يحب يجي يفوت عندنا بدون استثناء نعطيهم له. رانا مدارين دي فوتوكوبي مديناهم للصحافه اللي جاوا سقساونا، ولاي شخص عادي مهما تكون صفاته مدهم له ما يروحش للاداره. قلت لكم نحترم القانون، رحت تقدمت بشكوى لدى وكيل الجمهوريه بباتنا، انا ما شكيتش. قال الارض تاعي راحت ولا العياده تاعها تبنى بغير الممكن، ما جانا اي استدعاء من عند الدوله لا من البلديه ولا من الولايه، ما كان حتى ورقه. ولا بعض من الناس اللي ما هداهمش ربي توصلوا راهو قال لي فلان مسؤول راهو شاف الورقه، راهي كان ورقه القرار، الورقه تجي من الاداره الاداره جامي عيطت لنا وما تقدرش تعيط لنا كيما كنتكم كلش تاعنا راهو في بلاصتو. نتمنى انه يتم القبض على الناس اللي ارتكبوا هذا اللي نسميه التعدي على شرف الناس وعلى اخلاقهم وعلى تاريخهم، باش تكون عبره. احنا دائما نحبوا العبره، هذه راح تفوت باش ما يكونوش خرين، تكون عبره باش الناس تعود تحشم شويه، ما يكتبوش في عرض الناس وما يديروش التاويلات هذو. في الخاتمه اتوجه الى المرضى اللي بلا بهم ما رانيش هنا، واللي على جالهم حياتنا كل احنا الاطباء مديناها للمرضى وراح نكملوها كلهم. اولا، ثانيا للزملاء الاطباء اللي يتعاملوا معنا ونتعاملوا معهم ويبعثوا لنا المرضى تاعهم باش ندير لهم تشخيصات اللي ممكن ماهيش متواجده عندهم. والى كل المواطنين نتوجه لهم باش نقول لهم هذه الكلمه الاخيره، هذه مؤسسه خاصه ذات منفعه عموميه، راهي في فائده المواطن، والدوله مدتها لنا في اطار الاستثمار وما حولناهاش، ما درناش لهنا قاعه حفلات، رانا استثمرنا والاستثمار هذا فيه مصلحه عامه كما استثمروا الزملاء والاخوه اللي داروا استثمارات اكثر من هذه. العمل كان موجود فيها قبل ما تصير هذه الزوبعه الفارغه التي لا معنى لها غير تدار الوقت، ومستمره اثناء الزوبعه اللي مرت، وما عمليش حال الوقت راح تبقى. وانتم منا كي تسمعوني هكذا تبركوا وما تهضروش على هذه، نتكلموا على مفيد، وسوف تستمر وتستمر ان شاء الله، وحنا في خدمتكم وفي خدمه المرضى تاعنا، وشكرا للجميع.